الخروج بخريطة طريق إفريقية لتأسيس ديناميكية تعاون بين مختلف المؤسسات الناشئة والمصغرة والبحث عن مصادر تمويلها هي أهم المحاور التي تم التطرق لها خلال أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة. وإنكم في هذا المؤتمر الهام مدعوون للتباحث حول أنجع الآليات لصالح ازدهار الشركات الناشئة في قارتنا العزيزة، ولأن تجعلوا من هذه المبادرة التي تنطلق من الجزائر موعداً دورياً متجدداً معبراً عن الاندماج في الاقتصاد المعاصر العالمي ومرسخاً لقيم التضامن والتعاون الإفريقي. بعض النقاط أيضاً التي سوف يتم التطرق إليها هو إنشاء شبكة من مسرعات وحاضنات الأعمال لزنكيباتر. هذه الحاضنات في كل دولة إفريقية راح يمكنوا أصحاب المشاريع أنهم ينشؤوا فروع لهم بطريقة سلسة. أحد النقاط أيضاً إن شاء الله سوف يتم التطرق إليها هو إنشاء آليات تمويل مشتركة، لأننا نحتاج اليوم إلى تمويل هذه المشاريع، ولما لا إنشاء هيئة إفريقية تعنى بموضوع الشركات الناشئة. أصحاب المؤسسات الناشئة من مختلف دول القارة السمراء المشاركة في هذا المؤتمر أكدوا أن مثل هذه التظاهرات تفسح المجال للمؤسسات للاحتكاك فيما بينها لتبادل الخبرات والانفتاح نحو السوق الإفريقية. لا بروميير دي شوز سي كو نعرفوا لونتربريز تاعنا باش نشوفوا سي نتعرفوا مع لي ديفيرونت ستارت اب افريكان باللي ودي الكونتينون افريكان راهو يتحرك هيا يا بوكو دي انوفاسيون بوكو ديجيتاليزاسيون ونستناو ثاني لو ريزوطاج نتعرفوا بالناس نتبدلوا نشوفوا اسكي دي زوبورتونيتي دانفستيسمون. الفكره انه نسمع من الاخوان في الجزائر ونقدم كمان خدماتنا إن شاء الله للشركات الجزائرية ويكون في نوع من التعاون، وأعتقد هذا أساس المؤتمر، كيف يكون في تعاون بين الشركات الجزائرية والشركات الأخرى القادمة من حوالين المحيط الأفريقي والمحيط العربي إن شاء الله. tant que startupper ou entrepreneur ce à quoi je m'attends c'est de pouvoir agrandir mon réseau, ça c'est un, c'est de pouvoir trouver des solutions pour des blocages ou des challenges que j'ai au niveau de l'Algérie, afin de mieux développer mon projet et de l'implanter ici en Algérie. تعزيز دور المؤسسات الناشئة وتكريس مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشاب الإفريقي المبتكر هي أبرز تحديات الدول الإفريقية لتطوير اقتصاداتها.